أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن آخر عرض اقتصادي لهذا الأسبوع. أكد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيكا على مواصلة المكتب الوطني لسكك الحديدية بذل مجهوداته على كافة المستويات لتحقيق العديد من التحديات والرهانات الموجودة، وذلك من أجل الرفع من مستوى السلامة والأمن وتجويد الخدمات المقدمة للزبناء. في خضم التقارير الاقتصادية للمغرب بسنة اقتصادية استثنائية بفضل تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي، سبح المعهد المركزي للدراسات عكس التيار عندما حذر المغرب من ارتفاع ديونه العمومية منها والخاصة وخطورة هذا الارتفاع على اقتصاد البلد، بل إن المعهد الأمريكي وضع المغرب في صدارة الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الديون مقارنة بالنتائج أو بالناتج الداخلي الخام. دعا المسؤولون الغابونيون المشاركون في الدورة الثالثة للمنتدى الدولي الإفريقي للتنمية أمس بالدار البيضاء المستثمرين إلى اغتنام فرص الأعمال التي تتيحها بلادهم في مختلف المجالات. وشدد هؤلاء المسؤولون لدى تقديم مخطط التنمية في بلادهم على أن الغابون تتطلع إلى تنويع اقتصادها المعتمد على البترول وإنتاج المنغنيز. لنسمع في هذا الإطار لعدد من المشاركين متحدثين لميكروفون عبد القادر الفضوي. Une participation que nous souhaitons efficace avec des fausses attentes. Certes, beaucoup plus pour les entreprises privées qui font partie de l'élection gabonaise, mais également pour nous les gouvernants parce que le développement attendu ou alors les retombées attendues de ce type de rencontres doivent être soutenues par les politiques que nous mettons en place. La connectivité, c'est aussi les télécommunications, la connectivité, c'est aussi l'électricité, c'est le transport aérien, c'est le transport maritime. Je pense qu'il y a là des pistes extrêmement importantes pour développer les relations entre le Sénégal et tous les pays, mais en particulier le Maroc. C'est un événement important, le Gabon est partenaire, le Gabon a entamé des relations d'échange avec le Maroc, donc c'était vraiment l'occasion pour nous de développer les opportunités d'affaires. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour les opérateurs gabonais de rencontrer les opérateurs marocains et de nouer des relations de commerce pérennes et fortes. وارتباطا بذات الموضوع، دعت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح شقرون بالدار البيضاء إلى إحداث مجلس للأعمال مغرب تشيكي لإعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعربت بن شقرون في لقاء مع وفد من البرلمانيين ورجال الأعمال التشيك يقوده رئيس مجلس الشيوخ ميلونسيتش عن الأمل في أن تتمكن الشراكة الاقتصادية بين الرباط وبراغ من تحديد الفرص الحقيقية للاستثمار وخلق ثروة مشتركة للطرفين. بهذا نكون وصلنا إياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة ونتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة في أمان الله.